زي ما قلنا لكم كده انه خلاص ايام بتفصلنا عن نتيجه الثانويه العامه، خصوصا انه الفتره دي بتبقى يعني مضطربه جدا ومقلقه جدا بالنسبه للطلبه وبالنسبه كمان للاهالي اللي طول عمرهم بيحلموا لاولادهم ان هم يدخلوا كليه معينه ويجيبوا المجموع المناسب للكليه دي. في الفتره دي بقى الطلبه بيبقوا مشتتين جدا ما بين كليتين تخصصين، ادخل طيب طب ولا صيدله، طب ادخل اعلام ولا سياسه واقتصاد وهكذا. وطبعا كليات القمه اللي هي دايما ثقافه الشعب المصري ما بتخلاش من اي بيت ويقول لك لا ادخل كليه قمه عشان تقدر تشتغل ويبقى ليك مركز اجتماعي معين في البلد. مع الوقت ومع التفكير العصري اللي احنا بنمر بيه، الطلبه بدات تفكيرها يتغير وبقى يدخلوا كليات تناسب مجال العمل اكتر اللي هم هيقدروا يدخلوا فيه على طول اول ما يتخرجوا. كلها حاجات الحقيقه كل واحد فينا مر بيها، عشان كده احنا جايين نسهل لكم الدنيا بقى النهارده ونتكلم اكتر ونرشدكم وننصحكم ونسهل الدنيا عليكم بشكل كبير جدا من خلال استشاري التوظيف استاذه اسراء جادل منورانا. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ الحمد لله. اسراء زي ما كانت بتقول نوران كده انه يمكن الفتره دي بتكون متوتره قوي في كل البيوت سواء على الطلبه او حتى الاهالي، ازاي ممكن نطمنهم انه يعني فتره وبتعدي وان هي مش مقياس لاي حاجه لحد ما النتيجه بتطلع او التنسيق بيخلص او بيدخلوا الجامعه اللي هم حابينها؟ مبدئيا احنا كلنا لازم نتفهم فكره انه الاهالي عايزين ولادهم احسن ناس طبعا، بس الفكره انه الاهالي دايما بينسوا فكره ان كل واحد تجربته وكل واحد قدراته كل واحد موهبته، مش بالضروره يكون التحصيل العلمي من المواهب او القدرات اللي بتتناسب مع الشخص، بس في ناس كتيره نجحت بالمواهب بتاعتها او بالقدرات الخاصه او بالحاجات الملكات اللي عنده ايا كان هنسميها ايه، وخليته في اماكن افضل بكتير من ناس تانية. وناس تانية افتكرت ان كليات القمه دي اكتر حاجه قويه وكويسه وهتخلينا مبسوطين ان احنا ندخلها، بيتفاجئ بعد سنين طويله انه مش ده اللي انا عايزه، هو انا في المكان اللي انا كنت بحلم فيه فعلا، او انا حققت كل الامالي بتاعتي وبتاعت عيلتي. فاول حاجه الاهالي لازم يبطلوا مقارنات ويبطلوا فكره او فكر اللي هو كليات قمه فهو كده ناجح وهو كده شاطر، بل بالعكس، كم دكتور بوظ لكم عمليات، كم مهندس وقع مره، وممكن حد تاني يكون عنده حرفه ويكون شاطر جدا بيها او عنده موهبه وشاطر جدا فيها ونجح جدا فيها. فالمقياس ده مش دايما بيكون هو المظبوط. الاهالي لما هتخف الضغط ده شويه وتتعامل معاها انها مرحله عاديه كلنا بمر بيها او هنمر بيها او مرينا بيها، الموضوع هيبقى ابسط بكتير. صح. مفهوم كليات القمه هو بيحط عبء كبير جدا على الاهالي وعلى الطلبه ان هو طول فتره الثانويه العامه لازم يشتغل ويذاكر كويس ويجيب المجموع المطلوب لكليه القمه اللي هو اصلا مش عايزها، هي رغبه والده او والدته لان هو نفسه يطلع دكتور لان والده ما طلعش دكتور. ازاي بقى يعني الطلبه يتعاملوا مع الموضوع ده؟ يعني مثلا هو دخل خلاص علمي علوم وجاب مجموع طب، بس هو مش عايز يخش طب وعايز يخش حاجه ثانيه، عايز يخش كلية أدبية مثلا ويتخصص في حاجة تانية، يبقى بعد ما يقنع أهله بعد ما يقنع أهله إن هو يقدر يعمل ده، هو يبدأ يشوف بقى إيه القدرات اللي عنده، المواهب اللي عنده. في كذا تيست للمواهب موجودين في كل مكان، ممكن أي حد يقدر يعمله، يعني لو حد عمل سيرش هيطلعه ويشوف ايه هي المواهب بتاعته او ايه هي المحاور الرئيسيه اللي يقدر يحدد بيها ايه المواهب بتاعته. طبعا المواهب مش بس فنيه، في مواهب كتيره زي الحوار، زي البرزنتيشن، زي التفكير المعين او الترجمه، كل دي حاجات تعتبر من المواهب ومدركه تحت بند المواهب. يعرف ايه بقى هي قدراته، هل انا قدرتي الجينيه، لان في ناس بتبقى عندها مشاكل صحيه، هل بتتناسب مع المجال ده او لا، هل انا شخصيتي بتتناسب معاه او لا، ما ينفعش اكون انطوائي وبخاف من الكاميرا وابقى عايزه ابقى مذيع. في ناس بتبقى عندها دايما الطموح او هروب شويه من الواقع ان انا عايز ابقى حاجه اثور بيها على اهلي، وهو مش حاسس بالخطوه دي. لازم يكون حاطط ده كله في اعتباراته، وقدرته، قدره تحمله هو للبيئه اللي داخل فيها او للمجال اللي هو داخل فيها بنسبه كام. لازم يكون حاطط ده كله في اعتباراته مع هو عنده ايه بقى، هل انا معايا لغات، هل انا عندي سكيلز معينه، هل انا عندي علاقات معينه في مكان معين، او انا عندي ملكه معينه في اي حاجه. لازم كل ده يكون حصره وبالورقه وبالقلم. يعني اكتر نصيحه انها تكون بالورقه والقلم، لان احنا كل ما هنقعد مع حد ونقعد نساله زي البوست المنشور كده منتشر على الفيسبوك بقاله تقريبا سنتين، ايه رايكم انتوا شايفين ان انا انفع في مجال ايه، ده كارثه.
البوست ده كارثة، لأنه كل حد بيشوفه من وجهة نظره. طب أنا وجهة نظري عن نفسي إيه؟ أنا عايز إيه؟ عايز أحقق إيه؟ أهداف حياتي؟ كل ده لازم يكون بالورقة والقلم، بحيث إن أنا لما أقعد مع ناس وأتكلم معاهم أرجع الورقة والقلم تاني. هل الحاجات دي بتتناسب بقى مع كل الكلام اللي إحنا إتكلمنا عليه؟ الشخصية مع الجينات مع القدرات مع المواهب مع الثقافة مع إقناعهم في البيت ولا لأ؟ ونرجع تاني بقى للورقة كل مرة علشان كل قاعدة بتخلينا نرجع عليها تاني. أوكي. طيب إسراء، أنا دلوقتي جالي التنسيق بتاعي، أو مش التنسيق، الرغبات، مرحلة الرغبات، ومجموعي يوديني في أكتر من مكان، وأنا حابب أكتر من مجال، وحاسس إن أنا ممكن عادي يعني أقدر إن أنا أدخل في أكتر من حاجة. يعني إزاي هنا أرتب أولوياتي أنا وأشوف أكتر حاجة مناسبة ليا؟ اوكي. لازم اجيب معلومات، انا مش هقدر اقرر ان الحاجات دي انا فعلا قدها ولا لا، خاصه في المرحله العمريه بتاعه فتره الثانويه العامه والمراهقه، انه مش بالضروره يكون تحليلي للموقف صح. فانا هسال ناس مروا بتجربه الكليه دي، وهسالهم بقى عن كذا حاجه. الاول خليني اقول لك ايه هي المصادر اللي يقدر يطلع منها معلومات. النتورك بتاعته، حد من قرايبه، حد من صحابه، حد من قرايب من جيرانه، من قرايب جيرانه، يعني يستخدم النتورك بتاعته ويجمع معلومات على قد ما يقدر. وكمان الناس بقى اللي بعد ما اتخرجت اشتغلت في المجال ده. دول اكتر حاجتين. طيب انا دلوقتي ما عنديش الاثنين دول، ممكن اطلع اعمل سيرش على لينكد ان على التايتل ده، واتفرج كده حياه الناس دي عامله ازاي، واتواصل معاهم. على لينكد ان الناس كتير جدا بتتواصل معانا ويسالونا على مجالاتنا، وعادي بنرد، ما فيش مشكله. طيب هسال على ايه؟ هسال على ايجابيات الموضوع وايه سلبيات الموضوع وايه المخاطر او المخاوف، وايه الحاجات اللي تخليني اشتغل على نفسي، التحديات اللي تخليني اشتغل على نفسي علشان ادخل المجال ده. ونرجع نفس الورقه والقلم ارجوكم، علشان الحاجات دي بقى مع التفاصيل ومع الكلام الكتير بنبقى مشتتين جدا. وكل حد بيتعلم معاه الكلمه اللي قالها حد هو بيحبه او خايف عليه او هو بيسمع له، فده بيشتته جدا. لكن لما تكون كل حاجه بالورقه او بالقلم، لا، دي بتبقى فعلا بتعمل يعني نسب اعلى او نسب اقل للخطا، لان احنا دلوقتي بنتفادى الخطا وبنحاول نشوف ايه الاحسن. وبدي لكل درجه من الحاجات دي بوينت، واشوف البوينتس هنا وصلت لايه، هل المجال ده ايجابياته اكتر ولا سلبياته اكتر ولا مخاوفه ولا التحديات بتاعته محتاجه وقت، هل دي حاجه واعملها دلوقتي ولا اخليها لبعدين. تمام. طيب إسراء، ايه الكليات اللي دلوقتي مفيده لسوق العمل؟ يعني اول ما الطالب هيدخلها هتجيب له من الاخر ويبقى مطلوب جدا في سوق العمل والشركات تتهافت عليه، وايه اللي مطلوب برضو؟ يعني مثلا انا سامعه او بشوف دلوقتي ان مش كل طلبه بتعتمد على الدراسه والشهاده الجامعيه، لازم يشتغل على نفسه وياخد دورات تدريبيه وكورسز كتيره جدا عشان يبدا يشتغل ويبقى بروفيشنال او كفء يعني للمكان ده. اوكي. اول جزء، الكليات اللي ليها مستقبل، اي حاجه ليها علاقه بالبيزنس والابتكار والصناعه. الثلاث حاجات دول مش بيقفوا، وبل بالعكس، البيزنس بقى كل يوم فيه فكر مختلف، والناس بتحتاج الفكر المختلف والاجيال الجديده، عشان ده دم جديد وفكر جديد بيدخل في اي مؤسسه بيشقلبه. والناس مش هتبطل تبيع، فخلينا ايا كان العالم رايح لفين، الناس مش هتبطل تبيع ايا كان طريقه البيع. فدول اكتر مجالات العالم فعلا كله والسوق كله محتاجهم. تاني حاجة بقى، ايه الحاجات اللي انا هشتغل على نفسي فيها، ومش بالضروري تكون في الكليات. أيوة. اللي هي السوفت سكيلز او الكارير سوفت سكيلز، دي حاجات ليها علاقة بالتعامل مع الناس، حاجات ليها علاقة باخلاقيات العمل، حاجات ليها علاقة بان انا ازاي ابيع نفسي او ان انا اقدم نفسي، ماركت لنفسي، اسوق لنفسي. بالظبط. دي اهم حاجة، لان اكتشفت ان في ناس شاطرة كتير جدا بس ما يعرفوش يتكلموا عن نفسهم حتى في الشغل. يبقى عنده مشكلة انه انا زميلي بيتكلم دايما عن نفسه فهو اللي خد الترقية وانا لا. طب انت ليه ما بتتكلمش عن نفسك؟ ما هو مش انت مش بتقول حاجه غلط، لا، انت بتبروز شغلك. طب ودي محتاجه تدريب او ليها تدريب طبعاً معين؟ طبعا. ان هو لازم يكون عارف ايه هو حقوقه اتجاه نفسه قبل ما يسال حقوقي عند الناس فين. طول ما انا مقصر مع نفسي عمر ما الناس هتحترم حقوقي. فهو كل دي حاجات مهم ان هو يتعلمها. اللغات والكمبيوتر، يعني اللغات والكمبيوتر ده احنا بنسمعها من واحنا صغيرين. بس يمكن كان الاول في مساحه ان احنا بنشتغل في اطار معين، وكان الجامد كده اللي بيروح الخليج في جيلنا. الاجيال الجديده احنا لا، احنا من بيتنا بنتعامل مع كل العالم. كل ما كان معايا لغات اكتر كل ما انا فرصي بتزيد. طيب دلوقتي لو انا دخلت كليه وبعدين جيت كده وانا في سنه ثانيه مثلا اكتشفت انه لا، مش هو دي الحاجه اللي انا حابب اكمل فيها، او انا مش مرتاح فيها، او يعني حابب مجال تاني، هل بقى المفروض ان انا هنا
اكمل وبعد ما اخلص ادرس الحاجه اللي انا بحبها، ولا انقل وابدا حاجه من اول وجديد وابقى ضيعت سنتين كده؟ هنا هنشتغل على حاجتين. اول حاجه ان احنا نجمع المعلومات اللي احنا بقى ما جمعناهاش الاول نخرج الجامعه نرجع للورقه والقلم. بالظبط علشان هي نفس الخطوه بس اتاخدت بعد سنتين. فالسؤال بقى التاني اللي انا لازم اساله لنفسي، هل السنتين اللي انا ضيعتهم دول هقدر قدام احصلهم في المجال الجديد، ولا ممكن اوصل للمجال الجديد ده باي شهاده تانية؟ يعني 50% من الناس اللي بيتخرجوا، دي احصائيه طالعه من المركز الاعلى للجامعات، انه 50% من الناس اللي اتخرجوا مش بيشتغلوا بمجالاتهم. طيب الناس دي فيهم ناس ناجحه، فيهم ناس مش ناجحه، فيهم ناس مرتاحه، فيهم ناس مش مرتاحه، غير الناس اللي اشتغلوا في مجالهم وبرده مش مرتاحين. فالسؤال بقى هنا، هل الريسك بتاع السنتين دول قدام هلاقيه او لا؟ فانا برضو لازم اجمع معلومات واعرف هل فعلا انه الشهاده مطلوبه في المجال ده، فهل يستدعي فعلا ان انا زي حد لو ليه علاقه بالهندسه او علوم او صيدله الحاجات دي لازم يدرسها دراسة طبعا، ولا في حاجه تانية ليها علاقه بالاداره او البيزنس انا ممكن اشتغل على نفسي في حاجه موازيه ليها وبعد ما اتخرج اشتغل بيها. طيب دلوقتي الطالب مثلا كان بيحلم بكليه معينه لكن للاسف ما جابش المجموع اللي دخله الكليه دي، بالنسبه له بيبقى نهايه المطاف. ايه بقى البديل عشان يبقى متفائل ويقدر يستغل الموضوع ده بشكل ايجابي؟ اولا هو لازم يستوعب ان فكره الاربع سنين او الخمس سنين بتوع الكليه دول كده كده بيأهلوني لمرحله عمريه تانية، ودي فتره مؤقته، فتره لعب. يعني هي فعلا بتبقى فتره لعب، انا مش هقدر اقول انه لازم يبني مستقبله وانه لازم، يعني انا بحس ان الكلام ده بيلود قوي قوي على الناس في سن صغير وبيخلي نفسهم قليل مع الوقت. بيجي لنا حالات عندهم 40 سنه بس هو انا عايز اشتغل حاجه اللي انا كان نفسي اشتغلها من 20 سنه، الله يسامحه بابا اللي دخلني الكليه دي غصب. يعني الموضوع ده ناس كتير جدا بتعاني منه. فالسؤال هنا انه انا هسال نفسي انا عايز ايه واحاول احققه في الاربع سنين دول، طالما خلاص ما فيش اوبشن ان انا اغير من كليات تانية، فانا اكتشف بقى نفسي، ما العبش قد ما انا اكتشف في نفسي والعب. يعني ممكن مثلا لو هو دخل كليه ما بيحبهاش بس طول الفتره دي يدرس حاجه ليها علاقه بالمجال اللي كان نفسه مثلا بالزبط يدخله بالظبط، او من خلال دورات تدريبيه، مذاكره، كورسز، صح؟ بالظبط. طيب اسراء دلوقتي خلاص احنا في الجامعه الحمد لله، ايه بقى الحاجات او المهارات اللي انا المفروض اشتغل بيها على نفسي علشان اكون مهيئه لسوق العمل لما اخلص جامعه؟ هل في حاجات كده ولا طبعا العب بس؟ أولاً بس احنا متفقين ان اللعب ده معانا. اوكي. وبجد والله نصيحه لاي حد، يعني مش في الجامعه بس، لا في الكبار كمان، يعني يا جماعه ادوا لنفسكم وقت للعب مش مشكله. نلعب دلوقتي؟ يلا بينا. ان انا اشتغل على الكارير سوفت سكيلز دي اهم حاجه مع اللغات. يعني نرجع تاني برضو انه من غير لغه كل اللي احنا بنتكلم فيه ده خلاص ما بقاش ليه وجود، وانه يشوف ازاي يبيع نفسه ولمين. خلاص بقى احنا دلوقتي بقى عندنا دلوقتي داتا عن نفسنا، احنا خلاص عرفنا مواهبنا وعرفنا مهاراتنا وعرفنا جيناتنا تخلينا نشتغل فين. الحاجات دي كلها بقى بتدينا في الاخر نتائج. انا هوصل للنتيجه دي ازاي؟ هل عن طريق كورسات، عن طريق خبره، او ان انا انزل انترن في مكان، او ان انا اخد شغل مؤقت في مكان يخليني اتعود على فكره انه من الغياب للحضور والحضور للبصمه، يعني الانتقال ده يخليني مش مستغرب ان فكره في مدير، في زملاء، في اتش ار، في يعني في حاجات اكبر شويه، في فلوس بنتقلي بيها يا جماعه. الحاجات دي اهم حاجه ان هو يتعلمها. طيب هل التدريب فتره الجامعه ضروري مع الدراسه ولا لا؟ يعني في مدرستين، في ناس تحب قوي ان هي تستغل فتره الجامعه في التدريب وان هو يأهل نفسه ازاي يعرف يشتغل بعد كده، وفي ناس تحب تلعب زي مبدئي. فتره الجامعه اربع سنين دول اديهم حقهم. برضو ده على حسب المجال وعلى حسب الشخص وعلى حسب الكريدت اللي عنده تخليه هيبقى مرتاح بعد التخرج ولا لا. في ناس شايفه انه لا انا من غير الشغل مش هقدر اعمل حاجه، فده ما عندهوش وقت، ده عايز يتخرج ويشتغل على طول. عملي قوي. بالظبط. الافضل ان انا ادي للشغل وقت والتدريب ده وقت في الدراسه، لانه زي ما بقول لك لما بنيجي نعمل انترفيو لحد احنا بندور على بروفايل الموظف مش بروفايل الطالب. ودول بروفايلين مختلفين تماما. فلما حد بيبقى نزل شاف ده في الايام الجامعه، فلما بيتخرج بيبقى جاهز
اكتر ومهيئ نفسه اكتر لفكره ان انا بشتغل في سيستم مع ناس وتيم افضل من الشخص اللي طب ده يفضل في دوامه طول الوقت. ده ارهاق على الطالب وعلى الانسان ان هو من المدرسه للكليه، فتره الكليه لازم ياهل نفسه للمجال العمل فيتدرب ويشتغل ويدرس وبعد كده يشتغل، يعني ما خدناش راحه. فين الراحه؟ ما فيش راحه في الستين. لا 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 خالص، مين اللي قال ان في الستين؟ على المعاش بقى. بصي، هي الفكره ان احنا ليه دايما بنقول بنحسب كل حاجه بالورقه والقلم، لان الورقه والقلم بيدونا امل امل والاحباط بيدونا مؤشرات للوقت. انا لازم اعمل حاجه في الوقت ده، في خلال 4 سنين لازم اكون جاهز للشغل. هل ده معناه ان انا الاربع سنين هطحن نفسي مذاكره وشغل؟ اكيد لا، في وقت مذاكره، في وقت شغل، في الصيف. يعني في ناس، وانا من انصار المدرسه دي، انه التدريب يكون في فتره الصيف بحيث ان هو يكون السنه عنده فيها بالانس بين الدراسه وبين اللعب اللي بيبقى في الدراسه. خلينا برضو خلينا صراحه، لانه طول ما احنا، بصي يا ولد، لازم نبقى فاهمين دماغ الطلبه ماشيه ازاي، لانه الترند اللي مؤخرا انت لازم تشتغل على نفسك، لازم تبقى مليونير وانت عندك 25 سنه، اصلا انا ما حضرتش مش عارفه ايه علشان كان عندي حاجه اهم. الموضوع ده بيكئبنا شخصيا طبعا. يعني بحس ان البني ادم خلاص بدا يتجرد من انسانيته مع الوقت، وبيتعاملوا معاه ان هو مكنه. طب ما هي المكنه حتى يعني بترتاح. صح. احنا محتاجين تنظيم الوقت، دي اهم مهاره ممكن تفيد اي حد سواء بيشتغل او قاعد في البيت او ايا كان هو فين. تنظيم الوقت وترتيب الاولويات. انا عايزه اتعلم مهاره، خلاص انا ممكن اكون اشتغلت في مكان 3 شهور او 4 شهور خدتها، خلاص ممكن ادور على حاجه تانية السنه الجايه، وباقي سنه انا بلعب بقى او بدرس. يعني المهم بس يعني عدوا ال4 سنين. اوكي. طب في طلبه وهم وقت الدراسه وقت الجامعه بيشتغلوا، ممكن شغلانه تبقى ليها علاقه بدراستهم او شغلانه تانية بس عشان بيجيبوا بيسلوا نفسهم وبيكسبوا فلوس والحاجات دي كلها، هل دي حاجه صحيه ولا لا؟ البالانس كويس، بس لو في حد مضطر فاحنا هنخليه على جنب دلوقتي. اللي بيعمل ده علشان يتعلم مهارات او ان هو يطور من نفسه او ان هو يقدر يفت في الفيلد اللي رايحه بعد التخرج، ده كويس، بس برضه لازم نعمل بالانس علشان في ناس بقى انا بشتغل فانا هدركن الدراسه والاربع سنين يبقوا 6 يبقوا 8 يبقوا 16. يعني انا شفت ناس بقوا 17 سنه بيحاولوا يتخرجوا ومش عارفين. فخلاص بيوصل لمرحله ما انا خلاص انا عديت ال 17 سنه دول من غير شهاده، فانا اكيد هقدر اكمل من غيرها. حياتي عادي من غيرها بالظبط. فهو البالانس كويس حتى لو انا مضطر. طيب اسراء، دلوقتي في اتجاه كده بقينا نشوف انه 20 سنه 21 سنه بيبقى رائد اعمال، يعني عنده بزنس، عنده ستارت اب، عنده شركه، والحقيقه ان هي بتبقى ناجحه جدا حتى لو هو بيشتغل من البيت، يعني زي الكل اللي محتاجه واي فاي ولابتوب وكونتاكت بقى في مجال شغله. انت بتشجعي حاجه زي كده انه لو حد بيفهم في حاجه معينه يبدا ستارت اب حتى ولو هو بيدرس، لو هو في الجامعه، لو هو طالب، ولا لازم الاول يدخل ويشتغل في شركه ويتعلم ازاي يتعامل في البيزنس وبعد كده يبدا يفتح الستارت اب ده، وما يقلقش من فكره العمر او السن ان هو لازم يكون فلوس وبيزنس وعلاقات في سن صغير؟ يعني كل حاجه هتاخد وقتها. في ارقام بتقول انه 70% من الستارت ابس اللي بتبدا بعد سنه بتقفل. مظبوط. صح. ده علشان حاجات كتيره، من اهمها انه مفيش خبره. ففكره انه البني ادم عايز يتحرر من قيود الوظيفه، وان انا ما ينفعش ابقى موظف، وده يعني سائد، يعني اتجاه عالمي سائد، انه انا مش عايز ابقى ليا مدير، انا عايز ابقى انا صاحب المكان. انا ده كويس جدا على فكره، وده انا عن نفسي عاملاه ومش هقدر اقاوح فيه، بس ايه الخبره اللي تخليني اوقف المكان ده على رجله بجد؟ وايه الفاليو اللي انا بقدمها بجد؟ وهل انا لوحدي ولا لازم يبقى معايا تيم عنده خبره اكتر؟ النصيحه بقى هنا انه لا، اعمل تيم، في ناس عندها خبره اكبر واكبر منك في السن، مفيش اي مشكله، بس يكون معيار السائد بينكم او المعيار التعامل بينكم هو الاحترام. في ناس اصغر مننا بنتعلم منهم، يعني بيبقى في ناس كورسات في الجامعه وهم طلبه واحنا اول شركه داخله تديهم تدريب، والله بنتعلم منهم. وفي ناس تانية أكبر مننا طبعا، يعني أساتذة، وإحنا اللي بنتعلم منهم. فالمعيار اللي أنت تعمل بيه أنك أنت تختار بيه التيم بتاعك، أنه يكون حد عنده خبرة وحد فعلا بيتحركه نفس اللي بيحركك، نفس الفاليوز اللي عندكم ونفس النيدز اللي عندكم، علشان ده اللي هيقلل الخطر. لا، لكن اللي يقدر يعمل ستارت اب يعمل، حتى لو هو هيتعلم فيها. ده قدام هيخليه أفضل.
ولكن الخبرة مهمة. لسه كنت هسألك يا إسراء دلوقتي، أنا طيب لو أنا حبيت أبدأ شغل جديد وكده، إيه الحاجات اللي أنا المفروض أكون حاسبها أو شايفها في نفسي تأهلني إن أنا أبدأ شغل من جديد؟ يعني أنا مش داخل مش عايزة أجرب، بس أنا عايزة أبدأ شغل بجد، فهل في مقاييس معينة أو شروط معينة المفروض إن أنا أكون موفرها عشان أبدأ الشغل ده؟ لازم يكون عارف نفسه، محلل نفسه كويس. والله الورقة والقلم مش بنقولها غلاسة، بس فعلا الورقة والقلم دول طول ما احنا ماشيين وبنحلل نفسنا ونعلقوها اكتبوها في أي حاجة، بلاش الحيطان يعني عشان الأهالي دايما بيتضايقوا مننا، بس يعني حطوها في أي مكان أنتوا شايفينه على طول وبتأبديته على طول، حتى لو نوتس على الموبايل، مش لازم تكون ورقة وقلم حرفيا. طول ما انا عارف نفسي كفايه، وطول ما انا عندي مهاره ان انا ابيع نفسي وان انا اتكلم عن نفسي واتكلم عن شغلي، وان انا فعلا عندي هدف ومحتاج اقدم فاليو للمكان ده علشان انا كمان عندي نيدز، الحاجات دي كلها بتفرق. طبعا الحاجات دي طول ما انا عارفها كويس، وطول ما انا عارف اتكلم عنها كويس، طول ما انا بوصل لنتيجه اعلى. فدي حاجات مهمه. تاني حاجه مهمه ان انا اكون بعرف اكتب سي في كويس، لان السي في دي هي اللي يعني ببيع نفسي بيها قبل ما اروح للمكان. احضر انترفيو كويس، ازاي اتعامل مع الناس، لانه احنا عندنا مشكله كبيره جدا بدات تظهر، يعني ممكن نقول اخر 4 5 سنين، انه الناس مش عارفه تتعامل مع نفسها. يعني في خناقات بتحصل في شركات، وصراعات بتحصل بكل بقى الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده، انت لازم ما يبقالكش مدير، انت التيم بتاعك غبي، انت الشخص الوحيد اللي بتفهم. الناس كلها دلوقتي بتتكلم عن الحاجات دي وبتشجع الناس، بتحط في دماغ الناس حاجات بصراحه انا مش شايفه ان ده شيء اخلاقي تماما. حتى لو كان بيطلعنا ترند، بس لا ده مش ترند اخلاقي. بس غصب عنهم الاجيال الجديده بتحاول يعني تعمل ده فعلا. فده بيخلي الناس ما تعرفش تتعامل مع بعض. فاهم حاجه ان هو يكون عارف يتعامل مع كوميونيكيشن سكيلز، تبقى في مهارات تواصل مع الناس اللي حواليها. طبعا طيب اسراء، عايزه استغل وجودك معانا وتقولي للاهالي ايه فكره انه مبدا الثانويه العامه والمذاكره طول السنه، كليات القمه وكليات القمه و98% و99% بالظبط. يعني احنا عارفين ان العالم بيتطور وبيتغير، ودلوقتي الاي اي او الذكاء الصناعي بقى يدخل يقتحم مجالات كليات القمه نفسها، يعني هتبدا تنقرض يعني بسبب انه في بيحل محلها ذكاء اصطناعي كتير جدا، وفي نفس الوقت زي ما انت قلتي في شركة في كليات وتخصصات تكنولوجيه وبزنس والحاجات دي كلها هي الاهم. طبعا فنقول لهم ايه بقى؟ ان هم ما يضغطوش على الطلبه بشكل صعب كده، ان انت لازم تجيب مجموع وتبقى زي ابن خالتك دكتور او صيدلية او مهندس. الحوار ان انا لازم يبقى في بيني وبين ابني لغه حوار، ان انا اعرف هو عايز ايه. انا دوري ان انا اساعدك توصل اللي انت عايزه، لانه اكيد مش في المرحله العمريه دي مطلوب من حد ان هو يعمل قرار مصيري. في ناس بتندم، وفي ناس بتبقى داخله حاجه حباها جدا وقدام بسبب ان مفيش حد اتكلم معاهم، مفيش حد سالهم هو انت فعلا عايز ده ولا لا. الورقه والقلم بقى اللي احنا بنتكلم عليهم دول، الاهالي المفروض هم يعملوهم مع اهاليهم مع اولادهم علشان يعرفوا يعني حقيقه الشخص اللي قدامهم ده ايه، هو بيحب ايه، يعني يعمل ايه، حابب ايه. والجزء الثاني تنميه المهارات دي، يعني بدل حرقه الدم بتاعت الثانويه العامه والفلوس بتاعت الدروس، في مهارات تانية يا جماعه والله العظيم هتفيدوا اكتر، وده اللي اتعلمناه لما كبرنا ولما عدينا بالمرحله دي. وانه فعلا كم حد انت تعرفيه مش ما اشتغلش في مجاله؟ كتير كتير جدا. وهل هم فشله؟ ناجحين جدا. صح. فلازم الاهالي تعرف ده، وكل حد وليه تجربته. ارجوكم ما ترموش اي اسقاط في حياتكم انتوا الشخصيه، انتوا حاجه فانا دكتور فلازم ابني يبقى دكتور، او انا مهندس فابني لازم يبقى مهندس، او انا ما لحقتش ابقى دكتور فانا لازم ابني يبقى دكتور عشان ابن خالته ده. ليه القصص دي كلها يا جماعه؟ ما يعني الحاجات دي مجهود برضو. فاحنا نخلي المجهود ده للحاجه ان هو يكتشف نفسه، وتاني حاجه ان احنا ننمي مهاراته. ننمي مهاراته وتنميه المهارات يعني بتاخد وقت. صح. يا اسراء نورتينا كالعاده واستفدنا منك ونشكرك جدا، وان شاء الله يكون لينا لقاءات تاني معاكي ان شاء الله. شكرا لك يا اسراء، نورتينا. كده خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بقى ينورنا الداعيه يوسف عادل واللي هيكلمنا عن ذكرى الهجره. خليكم معايا.